وينضم إلينا من القاهرة الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية. أهلا بك دكتور ضياء. يعني كيف رصدت الهيئة العامة للاستعلامات عمل المراسلين الأجانب والمنظمات الدولية التي تتابع هذه العملية، عملية الانتخابية الرئاسية؟ مساء الخير على حضرتك وعلى المشاهدين جميعا. الحقيقة طبعا الهيئة العامة للاستعلامات تسهل عمل وأيضا تتابع ما ينشر عن طريق المراسلين الأجانب اللي بيعملوا في مصر. الآن لدينا الآن في وقت الانتخابات مسجلين لدى الهيئة الوطنية للانتخابات بتصاريح للمرور على كافة اللجان إجمالا 528 مراسلا أجنبيا ل 33 وسيلة، عفوا ل 102 وسيلة إعلامية ومن 33 دولة، ومنهم 100 شخص زائر الدافور 428 دول معتمدين موجودين في مصر كمراسلين دائمين. هؤلاء الزملاء والزميلات بيتجولوا منذ امس في كل انحاء الجمهوريه في جميع اللجان الانتخابيه بتصاريح مباشره من الهيئه الوطنيه للانتخابات. لهم حق دخول اللجان، لهم حق التصوير بعد استئذان رئيس اللجنه داخل اللجنه والتصوير خارجها بدون اذن يعني تصريحهم يعطيهم هذا، لهم الحق في الحديث مع المواطنين خارج اللجان بالقطع ومعرفه رايهم في سير العمليه الانتخابيه. حتى الان بالامس واليوم لم يرد الينا اي ملاحظه تتعلق بمعوقات امام المراسلين الاجانب. بالامس صباحا كان هناك بعض الحاجات طفيفه جدا تتعلق بالتصوير، اربع حالات تم حلها فوريا منذ هذه اللحظه، وحتى اللحظه اللي بتكلم حضرتك فيها لا يوجد ما يعطل او يعوق عمل اي مراسل، لا هو عبر عن ذلك غرفه العمليات المركزيه في الهيئه موجوده على مدار الساعه ولديهم كل وسائل الاتصال بنا، ولا ايضا نشر في اي وسيله اعلام اجنبيه بالامس او اليوم اي شيء يتعلق بهذه المساله. لا فيما يتعلق بعملهم باجراءات بعملهم. فيما يتعلق بالمنشور طبعا الحقيقه احنا بنتابع على مدار الساعه يعني ما ينشر عن الانتخابات المصريه في كل وسائل الاعلام في العالم بكل اللغات. المتوقع لدينا الان انه حجم النشر ازداد بكثافه من امبارح بعد الظهر والنهارده، النهارده كان في يعني ملاحظه على انه وسائل اعلام اللغه الفرنسيه وسائل اعلام الاوروبيه تحديدا زاد النشر فيها بشكل واضح وكثير، لنا مئات من المقالات والاخبار المنشوره وكالات الانباء الكبرى الغربيه والشرقيه يعني رويترز للبريس لشنخوا الصينيه للتاس الروسيه، كل دول بيتابعوا الانتخابات المصريه. المضمون عشان اكيد عندي فرصه ان احنا نكمل الاسئله، المضمون في الغالبيه الساحقه منه هو مضمون ذو طابع موضوعي، بمعنى انه لا توجد ملاحظات على سير الاجراءات، لا يوجد ملاحظه حوالين اي تدخل من اي نوع من جهات الدوله او من يعني القائمين على الانتخابات. الملاحظات السلبيه قليله جدا جدا، وبالتالي يعني احنا بنلاحظ ان هذه الانتخابات بتعرضنا باهتمام كبير وفي نفس الوقت لا توجد ملاحظات كبيره. ما هي طبيعه هذه الملاحظات القليله جدا التي تحدثت عنها دكتور ضياء؟ شوفي، هو الانتخابات طبعا العمل الصحفي عاده بيبقى صحفي عن دوله سواء هو زائر ليها او مقيم فيها بيكتب عن حدث، لكنه لازم يتطرق الى السياق اللي احنا جواه. فبعض المقالات بتتطرق الى الاوضاع الاقتصاديه طبعا، نعلم جميعا انه هناك ازمه اقتصاديه في العالم وفي مصر والجميع يعني لا احد يخفي هذا. فاحيانا بيبقى في تطرق لهذه الاوضاع، وايضا بمناسبه الاوضاع الاقليميه هناك ايضا تطرق للاوضاع في غزه وما يحدث فيها من عدوان اسرائيلي، وبتربط بالانتخابات ايضا في تحليلات بعض الزملاء الصحفيين اللي هم بيربطوها بالمرشحين ومين اوفر حظا نتيجه لهذه الاحداث الاقليميه. لكن الملاحظات عموما السلبيه قليله جدا، يعني زي ما بقول لحضرتك لا يوجد شيء يتعلق بالعمليه، هو ده المهم، عمليه الانتخاب اجراءاتها مدى حدوثها مدى انحياز او عدم انحياز لجهه الدوله، كل هذا يعني النشر فيه موضوعي بنسميه كده او محايد لا يعني يتطرق الى اشياء
سلبية تقريبا. يعني دكتور ضياء، ذكرت أن هناك بعض الإجراءات وأن هناك لا يوجد أي ملاحظات سلبية حتى الآن. طيب دور الهيئة العامة للاستعلامات كيف تلعب دورا في هذه الإجراءات للمراسلين الأجانب وتواجدهم في مختلف لجان الانتخابات الرئاسية؟ شوف حضرتك، احنا طبعا قبل بدايه الانتخابات بنعلم زملائنا المعتمدين لدينا في مصر كمراسلين دائمين بان هناك تسجيل لدى الهيئه الوطنيه للانتخابات لمن يرغب، بيتقدموا الينا بنساعده في استخراج التصاريح المتابعه، ودول 428 زميله وزميل. ثم ايضا بيترد الينا الطلبات من خارج مصر اللي بنسميهم المراسل الزائر. هو بيجي بغرض موضوع محدد وهو الانتخابات، ودول حوالي 102 زميل وزميلة ايضا، دول كمان اخذوا من التصاريح. احنا اضفنا شيء اضافي المره دي، لان احنا عملنا نوع من تسهيل الانتقال لمن يرغب من الزميلات والزملاء الى بعض المناطق اللي فيها لجان. بالامس سهلنا حافله لشرم لرفح ولبير العبد وللعريش، عشان اللي عايز يروح شوف الانتخابات الشمال سيناء. راح معانا حوالي اكثر من 25 مراسل اجنبي ومثلوا اكثر من 20 وسيله اعلاميه، مروا بنفسهم على اللجان وتفقدوا والتقوا بالمواطنين. النهارده عندنا ايضا في نفس المكان مجموعه اخرى من المراسلين في القاهره الكبرى. النهارده ايضا عندنا مجموعتين او ثلاثه انتقلوا الى عدد من اللجان في محافظتي القاهره والجيزه والقليوبية، واحنا هنصدر بيان بعد شويه لحصيله يعني الزيارات. طبعا هذه الزيارات غير اجباريه، لا نلزم احد لا يريد ان ياتي الى الحافلات بتاعتنا. هم بالتاكيد طبعا نترك لهم الخيار، وبيجوا بكل وسائل التصوير والتسجيل وكل الحريه اللي هم عايزين يتمتعوا بيها، وده حقهم تماما، لانه بدون حريه للصحافه لا توجد صحافه. هذا ما كنت اريد ان اسال عنه دكتور ضياء، هذه الرحله المتوجهه الى شمال سيناء لمتابعه العمليه الانتخابيه في بعض اللجان وايضا الاوضاع الراهنه في معبر رفح. لو تحدثنا عن اصداء هذه الرحله، وهل ستستمر ايضا يوم غد وهو اليوم الثالث والاخير من الانتخابات الداخليه لمصر؟ احنا مخططين ان شاء الله باذن الله نحاول نعملها بكره كمان، وزي ما بقول لحضرتك النهارده هم موجودين، وامبارح كانوا موجودين وراحوا غطوا طبعا اللجان الانتخابيه والتقوا بالمواطنين من اهالي شمال سيناء، وراحوا كمان المعبر عشان يغطوا ايضا تطورات الموقف في غزه. والنهارده هم موجودين هناك ويغطوا ايضا زياره الوفد اللي جاي من اعضاء مجلس الامن، يعني هيلتقوا بالاثنين، وده الحقيقه بيدي ميزه كبرى لانه الصحفي بيحب يعمل سبت، والسبت طالما هو موجود في مكان جغرافي في انتخابات وفي كمان زياره مهمه زي زياره اعضاء امن معبر رفح، فاحنا بنوفر لهم الاثنين. وان شاء الله هيبقى في ايضا ترتيبات ربما لمحافظات اخرى بالاضافه لشمال سيناء بكره باذن الله. كما ذكرت انها يعني زياره مهمه، وايضا يعني ضمن هذه الاجراءات المتوفره لهم والوجود في اللجان الموجوده في شمال سيناء، كيف كانت ردود الافعال من قبل الصحفيين على هذه الجوله واهميتها في هذا الوقت تحديدا وما يحدث في معبر رفح؟ شوف حضرتك، احنا منذ البدايه فيما يتعلق بمعبر رفح متعلق بغزه، وحضرتك يعني ربما تابعت هذا من اللحظه الاولى بالتعاون مع كل الجهات في مصر، وفرنا وسهلنا ذهاب كل من يرغب تقريبا من المراسلين الاجانب في مصر. نظمنا عدد غير معلن، يعني احنا مش بنعلن عن ده يوميا لان ده شغلنا. عشرات يمكن مئات من المراسلين الاجانب ذهبوا الى معبر رفح برحلات منظمه من قبل الهيئه العامه للاستعلامات بالتعاون مع كل الجهات المعنيه. وبالتالي المنشور في الصحافه العالميه هو بيعبر عن الحقيقه، ده اللي يهمنا. احنا يهمنا انه كل وسائل الاعلام الاجنبيه والعربيه والاقليميه ان تنشر ما يحدث واقعيا. وما يحدث واقعيا هو انه معبر رفح مفتوح دائما، ده ما ذكر، وان مصر بتبذل جهد هائل من اجل ادخال المساعدات الغاثيه والانسانيه عبر معبر رفح البري من ناحيتنا، وانه هناك معوقات من الجانب الاسرائيلي على الناحيه الاخرى، هذا ايضا نشر. وبالتالي الزيارات الميدانية أهميتها في أزمات كبرى زي أزمة غزة أنها بتجلي الحقيقة، وأنه ما يتداول من إشاعة هنا أو كذب هناك الحقيقة بتجلي. وإحنا لم نترك تقريبا مراسل واحد، وأنا أكرر، لم نترك مراسل واحد مقيم في مصر راغب في زيارة رفح أو شمال سيناء ولم يذهب.
وهو ما يعمل على نقل الصورة بالكامل وهي غير مخبأة على العلم بأسره. شكرا جزيلا لك دكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية على كل هذه التفاصيل. شكرا جزيلا لك.